المغرب دولة من دول شمال إفريقيا، حيث الجزء الجنوبي يتميز بجوافه وضعفه أمام التغيرات المناخية. الواحات المغربية تمتد على مساحة 44,000 هكتار على حدود الصحراء. تلعب الواحات دور ثقافي وفلاحي وبيئي مهم، وتشكل حماية ضد التصحر، وهي مهددة في أيامنا هذه بالتغيرات المناخية. وهذا حال واحة إيجواز، حيث سكان هذه المنطقة 600 يعملون على التكيف مع التغيرات المناخية للحفاظ على وسط عيشهم. المنطقة دوار إيجيواز جمعت التمانير عمل الطاطا المساحة المزروعة في الواحة 47 كتجلى في 47 هكتار. المساحات الأخرى الغير المحصية يعني الآن كتعرف ما يسمى بالتصحر، وما بقاش كيوصلها الماء. يعني هادو الأنشطة اللي كتزاولها الساكنة في الواحة هي الفلاحة وتربية المواشي. قرية جواز في القديم كانت غابة كثيفة، ومع الماضي والحاضر هناك تغيرات في المناخ، هنالك تغيرات في المناخ و والواحة تتناقص شيئا فشيئا. هذه المنطقة كتبطى ليه الشتاء، كيطبى ليه السحاب. قال لي الوالد جدي، الوالد ديال الوالد، قال لي هو في عمره 120 عام، قال لي جات السحاب 16 مرة في 120 عام لهذه المنطقة. كانت في 54 واحد الشتاء قاصحة بزاف، خلات كلشي الدوار. الفصول في الصيف الشتاء كانت كتجي الشتاء بكري في وقتها، وكاين هنايا كلشي هنايا دراك النخل بزاف النخل، وكاين واحد العدد ديال سميتو الانواع ديال التمر كيتباع وداك الشيء، وكان سميتو ودروك ولا كلشي بسبب داك الشتاء اللي ما كتجيش، ولا داك الشيء مات كلشي كي بحال هاد سميتو اللي كتشوف الحيوانات. كنشوفو دروك سميتو لاروي في هاد الجبل، كنقعدو هنايا وكنمشي لاروي، كنمشي مع الجبل السارح هنايا وكنشوف سميتو هادوك الغزال. الا مشينا للفايجة وداك الشيء كنتلقى مع الغزال وولادو بحال المعز كيسرحوا. دروك ولات هذاك الشيء ما بقى. كاين واحد الحاسي هنايا سميتو فروشي، الناس كيمشيو، الناس كيجيبوا فيه الماء بالحمير وداك الشيء، والعيالات كيمشيو كيديروا النوارس على راسهم، كيمشيو العيالات في الليل كيسقيو فيها وكيجيبوا الماء. الشباب ما يطلع الغرب ويطلع سميتو المستقبل، كل واحد كيدور على المستقبل ديالو، يدير الدار مزيانه ويدير داكشي. ما داك الساعه يسكنوا الناس غير في داك سميتو في البنيد الخشب وداكشي، كل واحد دروك كيدور على المستقبل. وداك الفلاحه قليل التراب، انسان اللي ما عنده كاع والو، كاين انسان عنده شي شويه وسميتو داكشي ما عيشوش، ما عندوش الماء باش يسقيه وداكشي، وما عيشوش داكشي كيخرج لبرا. يساوات سلات ما فيه يعرق مسكين يخدم في الواني جنس، يساوات سلات ما فيه ولا تار وفاجر السين تزليت، يساوات سلات ما فيه ونتر وفات راسي تزلي، سوات سلات ما غدا غامل يزري البلاصه، انا غير تحي كدا حي البلاصه التاريخ، غير تحي غير تحي لا يحكيزا كدا كيزا مي كلا شجر. شكون كان تدار كيز راه شجر قلت ولكن موت انت غادي لا كيز كيضوغي كيضوي، لا داري غدا اللوز، لا داري غير الرمان، لا داري غير عبد الله شجر موت انت كيكاند لا شجر تنداري كان غير موت انت. علاش موت انت؟ راه المده الجفاف الصفات تقول تدري شنو ما لو قلنا المدينه نقلها غادي مزيان، الا المدينه تمن من عمان لا تجي تستوح انت غادي تجبد نوامنا. علاش انت تكاك جاف غير شويه سنتنا سنتنا اللي تيافوت. حاليا
تقول لي عن ثلثي النخيل الموجود بإيجواز، رغم أن أشجار النخيل تعتبر عماد النظام البيئي والفلاحي في المنطقة، ففي غيابها الزراعات الأساسية غير ممكنة. النظام في الواحة يعتمد على الاستعمال العقلاني للماء والأراضي الزراعية، لأن هذه الموارد نادرة. التغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة منذ أواخر السبعينات، قلة الأمطار وعدم انتظامها وزيادة فترات الجفاف، وكذلك توقع ارتفاع حدتها، فإلى غاية سنة 2020 التساقطات المطرية ستنخفض بنسبة 30%، والحرارة سترتفع ب 0.8 درجة مئوية في هذه المنطقة. وكل هذا سيهدد أكثر فأكثر التوازن الذي يسمح للنظام البيئي بالاستمرار وتغذية الساكنة. هذه الأخيرة تعيش أساسا على الموارد الطبيعية، لذا فهي تحت تأثير التغيرات المناخية، ففقر الساكنة يسبب الهجرة والتخلي عن الزراعة، مما يعمق الأضرار البيئية. يلي غير حرتا ولا ورتا ولا سرحة ولا سرحتا. بمبادرة من جمعية تيفيليت، تنجز ساكنة إيجواز مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية، محوره إدارة المياه والتربة. أول جزء من هذا المشروع هو إعداد نظام تجريبي للسقي بالتقطير، الذي سيساعد على الاقتصاد في استهلاك الماء واستعماله بطريقة عقلانية في الزراعة. يعني يجب أن نغرس الأنواع التي هي ذو جودة عالية كي تلائموا مع البيئة ديال اللواحة، بحال ما يخص بتربية المواشي. حنا كنغرسوا في اللواحة الفصة بزاف، ونظرا للاستهلاك المفرط للماء خصنا نعوضوا الفصة بالسيرغو، لأن السيرغو يعني ما كيستهلكش الماء بزاف، وعنده مردودية حتى هو مرتفعة يعني جد عالية. هذا المشروع إن شاء الله غيكون هنا في هذه المنطقة، هذه من ديك النخلة الفوق، وغيكون على شكل مدرجات. لهذا الماء اللي كيجي من هنا غنحبسوه بالمدرجات، وداك الماء الفائدة ديالو أنه غيتسرب لتحت وغيغدي لينا الفرشة المائية من العين اللي كيسقي لينا الوازيس ديالنا. وان شاء الله غتكون دي بلونطاسيون ديال الانواع ديال الشجر اللي كينبت في المنطقه، اللي هو اضاف الجو ديال المنطقه، بحال هادو، بحال الاكاسيا هادي، والشجر ديال الكاكتوس كناري والارغان. ان شاء الله هاد الشجر عنده فوائد في القداب بالنسبه للفلاحه، انه الارغان راه معروف كيعطي الزيت ديالو، والكاكتوس راه منه نصوبوا الانواع ديال الكونفيتور، و لاكاسيا حتى هي كتعطي غله ديالها اللي هي عباره عن دي كلاسيك ديالها اللي كتستعمل في تجميل واشياء كثيره. وان شاء الله حتى التربيه ديال النحل في المنطقه يعني يمكن تكون هاد الاشجار هذا لا باز ديالها. و بالنسبه للمدرجات غيكونوا هنا، هي اللي غتنبت لنا هاد الاشجار بالماء اللي غتاخذ، وغتثبت لنا التربه وتحميها من الانجار. بمساعدة مختلف الشركاء بما فيهم الجماعات المحلية، هذا المشروع سيقوي مناعة النظام البيئي أمام التغيرات المناخية، سيحسن من قدرات السكان على التأقلم من خلال برنامج تكويني حول تسيير الموارد الطبيعية، ومن خلال تطوير الأنشطة المولدة للدخل، مساهمة بذلك في تحسين ظروف العيش. هذا المشروع يعتمد على الممارسات التقليدية التي هي أدوات مهمة من أجل التأقلم. الخبرات التقليدية تنتقل من جيل إلى جيل، وكمثال على ذلك صيانة النظام المائي المعقد الذي يمر تحت الأرض ويسمح بتجميع وتدفق المياه، وهو ما يسمى بالخطارات، وكذلك الطرق الخاصة بتوزيع المياه. تبع القاعدة الوالدين ريكا أستو في حق اللي نبا إمليت أربدا سكر حولاركي، وكنا أدوارات يجيو أدوار يجيو بلاص الفلاحة غير امان اردرس نقاسي شكرا بغلا راس كان سكري الحل الوقت اللي دروس اكتو سكر الشريجه ارنش بونا امان الشريجه اتنطا بفوس حفوس باش دار نشوية يجي واستفاوين يا الميساج راه يقول شي الشباب المنطقة كل شيء خاصة المغرب عامة تيويزي تيويزي يا يتما
تيويزي نظام تقليدي للتضامن والتعاون يزاوله السكان في جميع نشاطاتهم في الواحة. يعتمد هذا النظام على مساهمة كل فرد ومشاركة الجميع. تيويزي مورود يحمله شباب المنطقة ويشكل قوة واحة إيجواز من أجل التأقلم. لا تختلف واحة دوار إيجواز عن باقي دواوير العالم، فهي الأخرى تعتمد على الموارد الطبيعية، وتعتبر ساكنة هذه المداشر هي الأكثر ضرراً من تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها ليست المسؤولة عن ذلك. ولكل ساكنة من ساكنات هذه المداشر طريقتها الخاصة للتصدي والتأقلم مع هذه التغيرات المناخية. على أساس الأخذ بالمثل العربي، مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، والمثل المغربي الذي يحث على التعاون والتضامن وروح التضحية بين كل أفراد ساكنة هذه المداشر شيبا وشبابا رجالا ونساء، والذي يقول يد واحدة لا تصفق.